ما خفي تحت جنح الاشتباكات المسلحة المستمرة منذ إبريل الماضي بين الجيش السوداني والدعم السريع بات يوصف بالرعب الذي لا يمكن تصوره. بهذا العنوان أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً اتهمت فيه طرفي الصراع في السودان بارتكاب جرائم حرب، وطالبت بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المطبقة على دارفور ليشمل جميع أنحاء البلاد. كما أشارت المنظمة الحقوقية في تقريرها إلى تعرض مجموعة من النساء للاغتصاب وللاحتجاز في ظروف ترقى إلى مستوى العبودية الجنسية في العاصمة الخرطوم وفي دارفور. ووفق التقرير فإن قوات الدعم السريع اختطفت 24 امرأة وطفلة، بعضهن أعمارهن تتراوح أو تصل إلى 12 عاما فقط، واحتجزتهن لعدة أيام قام خلالها أفراد من الدعم السريع باغتصابهن. كما أشارت العفو الدولية إلى أن قوات الدعم السريع كانت مسؤولة عن معظم الهجمات المتعمدة. وتحدث التقرير عن بعض الحوادث المنسوبة للجيش السوداني ولكن بحدة أقل. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.